السلام عليكم. اليوم غندير لكم البلبوله بالقديت، وانا نطت بكري ورتبت هذه البلبوله كما كيقول الحديث النبوي الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لامتي في بكورها. ديك النهار ما كملتش لكم الحديث. بسم الله توكلت على الله. هذه البلبوله هي رتبتها كما كتشوفوا، غادا نسقطرها هي الاولى، نديرها تسقطر. كلشي كيعرف يدير البلبوله. ها هي درتها هنا كتسقطر، عاد غندوزو ل ها هي كتسقطر، خلات تسقطر، عاد نزوزو. عندنا هنا الخضره، ها هي كما كتشوفوا خضره، خيزو، الفت، الصفر، الفت الابيض، الفت الوريكي، المهم ليشو، القرعه، المهم الخضره ديال الكسو كلها هي يا ليشو، القرعه، الربيع، القديد، البصله، مطيشه محكوكه، شي خمسه مطيشات، سميتو الحمص، مطيشه ديال الحك، التوابل كلها، الزيت، نص كاس ديال الزيت العادي ونص كاس ديال زيت العود، وبسم الله على بركه الله. ها هو تقلى زيت الماء طيب، نرويو نحطو الخضرة، نحطو الخضرة ديالنا كلها، نديرو خيط الزو، نديرو الخضرة كلها لوحدها، ونخليوه حتى يغلى، ونديرو البلبولة. البلبولة ديال سبع خضاري كتجي زوينة، نيشو. البلبولة تسقطرات، هما شتوها هي تسقطرات مزيان، نخليوها حتى تفور. حمصها هو درناها حتى هوايا مزيان كيما كتشوفو، هاهي البرمة هاهي غلات، نديروها دابا تفور. بحالا كتغسليها بحالا، المهم هيا كتفور دابا، حتى تفور نتلاقاو ان شاء الله في الكسكاس. تفور البوله هي هادي، صوص الكسكاس هاهو. كرش بشوية الماء، خلا شي نشوف شويه وندير في الكسكاس عاوتاني تفور، فكها كلها هي. وهاد البلبوله مع هاد الشتا اللي عطانا بها سيدي ربي، راها تبارك الله ما شاء الله، البلبوله والقديد فهاد البرد راه زوينه.
هندير في الكسكاس. ورد صفار فورة ثانية. ضفت له شوية الملح، مكترش الملح، شتيكو هيبة. دير صفار القرعة، ديرو مطيشة. هيا واش ندير مطيشة؟ نغطيوهم بالكسكاس. نعود للخرا، ندير شويه الزيت، ندير صفار. دابا درنا له شويه الزيت، شويه الماء على حساب ديك سخان ديك سخونه وصافي. راه غنديرو صفور دابا، والاخر غادي نسقيو ان شاء الله ونتلاقاو. غنسقيوها ان شاء الله. ندوق هاد البليله، ما شاء الله زوينه. انا غنسقي دابا فوق البوطه. هيا القصية ديالنا تبارك الله وجدات، ديال البلبولة ما شهيت تكون فيها بالصحة والراحة. وهاد الشتا الله تعم علينا بالخير وبالصحة وبالرزق، والله يحفظنا من هاد الوباء، الله يرفع علينا إن شاء الله يا ربي آمين. جمعة مباركة إن شاء الله.